صلي فترة بجي على المركز، صلي شيء من سنتين ثلاثة هون بجي، ومرضي مع السكر وشحوم، وحاليا الدعم واقف وعم نعاني من هالموضوع كتير كتير. عم نضطر نروح على معارض مصريين على الهلال الأحمر، وعم نطلع على أبين، وفي عنا شوية صعوبات. بعد هنا عم بصير عنا إسعافات، عم نضطر نحط أجار سيارة وما سيارة، وهالوضع كلياته يعني ما بتحمل، يعني وضع صعب، المعيشة كلها تصعبي. وقلت حكى يعني حقه الحكي الدواء، عم نضطر يعني مثل ما بيقولوا ندين دين، وعم نرقد للمراكز لأنيتا مجاني. وهون عنا حاليا الدعم واقف، ونتمنى أن يرجع الدعم بأسرع ما يمكن. والله أنا مريض سكر وضغط، يعني أمراض مزمنة، وهالمستوصف يعني هوني الحمد لله عم يلبي لنا كل احتياجاتنا، بس صار له فترة يعني ما في شيء، ما في دعم، ما في دواء، وإذا التغى يعني مصيبي. بدي رحلك 10 كيلو أو 15 كيلو مشان عالج راقب وضعي الصحي، يعني مصيبي والله مصيبي، وما في إمكانيات يعني. خدم المركز الصحي مجموعة من المخيمات بالإضافة إلى القاطنين في بلدة زردنة، بالإضافة إلى القرى المحيطة في بلدة زردنة، حيث يصل عدد المنطقة الجغرافية التي يغطيها أكثر من 40,000 نسمة، ويستفيد من هذا المركز بشكل شهري أكثر من 6,000 مستفيد. يضم المركز العديد من العيادات، أبرزها عيادة الطب الداخلي، عيادة الأطفال، العيادة النسائية، عيادة الأسنان، بالإضافة إلى عيادة سوء التغذية وعيادة الدعم النفسي. هلأ حاليا نحن نقدم الخدمات بشكل طارئ، يعني وضعنا خط الطوارئ لنمتد لأقصى فترة زمنية ممكنة لتقديم الخدمات لأهلنا، كون الخدمات حاجة ماسة، خدمات صحية ضرورة كبيرة للأهالي بشكل يومي وبشكل دائم. والظروف الفقر والنقص المعيشي، يعني هذه الخدمات تؤثر على المرضى بشكل عام، خصوصا المرضى المزمنين، الأطفال، يعني مسافات بعيدة من أجل الوصول للخدمات الصحية.